عندنا بلد مثل العراق يستورد مشتقات نفطية؟ زين بلد نفطي. زين الخلل وين دكتور؟ هل الخلل بالحكومات المتعاقبة اللي حكمت العراق ومن ضمنها الحكومة الحالية، لو الخلل يرجع إلى المواطن العراقي اللي أنتج هاي الطبقة السياسية واللي يصفق لها ويصوت لها، الخلل بمن؟ شوف ما بعد 2003 ما المواطن ما جاب الحكومة، حكومة اجت. زين جت وفرضت على المواطن، وحتى اللي قبلها كانت من فرض على المواطن. وبعدها صارت انتخابات والاصلاح النفسجي اي بس هم نفس تغيروا وشيلوا هم نفس المعادله. نفس نفسهم ككتل سياسيه بس الوجوه بلد تتغير واختلفوا وجوه رجال جديد. اذا يعني معناته هو سيناريو واحد. نعم. يعني هو ده يمشي من اجى برايمار لعنه الله عليه قسم لك حسب المحاصصه. عندنا مثلا احنا كانت 28 وزاره قللوها ال 28 صارت 22 وزاره، ال 22 وزاره تقسمنا على الكتل السياسيه. طيب. كل كتله اخذت لها ثلاث اربع وزارات. وعندها مدير عام وعندها وكيل وعندها مستشار وعندها يعني ذول اللي موجودين. يعني المحاصصه وصلت لحد المدير العام. لا دون المدير العام. دون المدير العام. دون المدير العام. يعني هسه تتعين لك تجيك مثلا يريدون يعينون بالامن القومي. او الامن الوطني العفو. الامن الوطني لازم يقولوا للجماعه كلهم كل واحد يجيب قائمه، ايش قد انت مقدم 50؟ انا لازم اقدم 50 كبارك. يعني جماعتك وجماعتي. كل جماعتك وجماعتي ابدا ماكو. للحج انت ليش تروح؟ بس انا اقول لك الموتى قد يكون لا.